أفهم وأحترم أن يصدم المرء بهذه الكاريكاتورات، الصحافة حرة، هذه ليست صحفاً رسمية، الحكومة الفرنسية لا ترسم الكاريكاتورات. كانت هناك ترجمات قامت بها الكثير من وسائل الإعلام في العالم العربي، ورأيتها على وسائل التواصل الاجتماعي كاذبة، ووضعوا على لساني الكلام التالي وأقتبس: أنني أدعم الكاريكاتورات التي تهين النبي. أنا لم أقل ذلك أبداً. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. يرسمون كاريكاتورات عن النبي وكاريكاتورات عن الإسلام، وأنا أفهم المشاعر التي يثيرها ذلك وأحترمها، ولكن أريد أن تفهم دوري